الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله الكريم. أجدد الترحال للحاضرين في هذا الحفل الماتع الذي عهدناه دائما في هذه الدار المباركة، وأقوم باسم جمعيتنا لدارك فهنيئا للسي محمد الشاب الذي هو بالمناسبة رئيس هذه الجمعية، وأبارك له هذا الفيض من الإبداع الذي عهدناه فيه، وأنا بكل صراحة أعتز به أيما اعتزاز، لأن قلمه لا ينضب ولا يجف، في كل مرة يحاول أن يباغتنا بإبداع يعبر من خلاله عن إحساسه الوجداني، يعبر به عن واقعه، يعبر به عن ماضيه كما يستشرف بكلماته من خلال وضعه لأسس الإبداع في هذا الإقليم. هذه التجربة نباركها ونصفق لها ونتمنى لها السيرورة، كما ندعو جميع المبدعين في كل الأشكال الإبداعية أن يلتحقوا بالجمعية بنادي داركم. المقر الآن جاهز ويمكن أن يستوعب جميع التجارب الإبداعية في الموسيقى أو في التشكيل أو في الكتابة الإبداعية، قصة شعرا رواية. وأقول كذلك وأقول لكل أبناء الإقليم، سواء من أبنائه المتأصلين أم الذين يشتغلون في هذا الإقليم ونضمهم إلينا ولا نفرق بينه وأبناء الإقليم، يلتحقوا بالجمعية، نساندهم ونحتضنهم. لكي لا أطيل عليكم، ومرحبا بكم في جمعية نادي داركم، وهنيئا للسي محمد الشاب هذا الحفل الماتع، وشكرا لكم، وأتمنى لكم الخير والصحة والعافية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.